والله سفرة دايما اخويا والله. الاكل الحرش ده هو اللي بيبقى حلو. اه ده جميل انا جميل. جاي نغسل ايدينا. ماشي اخويا. كملي اكلك يا رندا، انا هقوم اغسل ايدينا كمان بسرعة. كملي اكلك يا حبيبتي. اطلع يا رب. اللي هي بتاع الحقيني الحقيني تعالى بسرعه. فين بقى؟ رندا اختك بتسرق الاكل. سرق الاكل يا عيب يا اختي، ما تغطيه عيب انت بتقولي ده. مش قصدي والله يا هاني، بس بص طيب بص ماشي حاضر. ما هي هاكلوا اي حاجة، عيلة غلابة ما بيدقوش والله. يا رندا يا اخوي والله انا عارف كلت وخلصت كل الاطباق من جمال الاكل والله. ربنا يخليك يا اختي. عيالك عاملين ايه؟ الحمد لله والله كويس، كله خير ونعم الحمد لله. انا عارف الحمله تقيل عليك بعد الله يرحمه جوزك. الحمد لله، ربنا بيعيني الحمد لله. ربنا بس يجعل بيتك دايما مفتوح ليا يا رب. ربنا يخليك انت. خليك ليا يا اخويا. خليك انت. لا يا اخويا مستوره والله والحمد لله. خليهم معاك الحمد لله. مستوره انا معاك. مستوره والله يا اخويا. وانا مستوره والله يا اخويا. انا ما جايلك على فلوس، انا قلت بس اجي اطلع عليك. لا انا عايزك تجيبي لبس لعيالك وشوف لهم كده. عيب، احنا اخوان. بص يا اخويا مدي ايدك يا رمضان. طب بص يا اخويا انا عايزه اقول لك على حاجه. تقول علي يا رمضان. لا انا بس مش عايزك تقول اي حاجه. لا ما انا لازم اقول لك. لا 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 مش عايزك تقول اي حاجه. معلش حقك عليا. على ايه؟ معلش انا والله ما حراميه والله. حراميه ايه يا بنت؟ انا قلت حراميه في حاجه؟ اصل انا اخويا بس انا صعبان عليا بس نفسي شويه. في يا رندا؟ امسك فلوسك دي بس. معلش انا لميت بقيه الاكل، قلت دعاء هترميهم ومفعيا لي قلت اروح دوم لهم ياكلوه. معلش حقك عليا يا اخويا. بصي والله العظيم انا ما في اي حاجه من دي، انا عايزك تجيب لهم اكل كده وتجيب لهم لبس. انا مكسوفه بس من نفسي والله. لا. انا ما كنتش اعرف. مكسوفه ايه؟ لا ده انت الاكل كده باظ، ده كده ما ينفعش تاخديه لعيالك انت ده. بص انا هنجيب لك في دعاء عندها لحمه جوه. بتعيطي ليه يا رندا بقى؟ ماشي يا اخويا حقك عليا. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي بس عيب عليك غالي. لما يبقى عندك اخ انا زعلت بس من نفسي ان انا اكلته وعيالي ما كلوش، فقلت كده كده مراتك هترمي. انا عارفه ان الحاجات دي دعاء مش هتشيلها، فاخدتهم لاولادي. معلش حقك عليا. طب بصي دول 2000 جنيه وكل شهر خدي مني 3000 جنيه، هم دول اللي موجودين معايا. ربنا يسترك. الهي تنستر، الهي ما يحوجك لحد يا اخويا. احنا ربنا اخوات يجعل بيتك عمور يا رب. احنا اخوات حبيبي يا اخويا. معلش بس حقك عليا والنبي سامحني. الله يسترك انا عمري ما عملتها. ده انت تقولي ما تعبوش كده، انت تبقى لعيالك ازاي كده؟ العيال بياكلوا اي حاجه والله. ده انا ساعات بالليل انكش كده في الزباله، بيبقوا جيراننا كده يعني معلش بيبقوا رامين بواقي الاكل عندهم زي ما هي، فالعيال والله بيفرحوا بيها. قولوا لي ماما جبت لنا اكل من بره، اقول لهم اه يا ولاد اتركوا اكل من بره. اوعي تعملي كده كلمة رمش. بيت اخوك مفتوح. انت اللي ما بتجيش، انت اللي بتعز عليكي نفسك وما بتجيش لاخوك. انا بتحرك بقى مش كل شوية اقول انت عندك بيتك وولادك ومراتك، مش ناقصني. يا بنت ده احنا اخوات، ما كناش نشيل بعض مين هيشيل التاني؟ طب افرض انا حصل معايا حاجة مش انت هتشيليني؟ امال اخوات ازاي؟ طبعا طبعا اخويا حبيبي. الله يخليك. بقول لك ايه اخد دول بقى؟ يا بنت ده الاكل ده وكده باظ، انا عايزك تشيلي بطاطي بخل معاكي فلوس تشيلي فرخه ولا تشيلي حاجه. يوسف بيحب المخلل بتاع عمته دعاء بيحبه قوي، اروح افرحه. بدل ما تبص للناس اللي بره بص لاخوك. بص لاخوك هو محتاج ولا مش محتاج. انت ظروفك كويسه وظروف اخوك على جدها، بص له يعني
ما تحبش نفسك بس.